السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد او فلوق جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو خفيف ظريف كيف ديما. كيف ما كتعرفوا، بما ان الحراره والصهد بدا، فضروري خاصنا في العشيه هكا نخرجوا. بنادم كيبغي يبدل الجو، وخاصه اللي عندهم وليدات صغار في الدار فراهم غيفهموني اكثر، حيت الوليدات صراحه كيقنطوا في الدار، وخاصه دابا بما ان النهار طويل، فصراحه بزاف انهم كيبقاو النهار كامل غير في الدار، فما كيبغيو يجريو ينقزوا. وداك الشيء اللي كنحاول ندير انا تقريبا، راه كل نهار كل عشيه هكا كتوصل هكا ديك الخمسة الربعة ونص، كنخرج ولدي هكا لشي بلاصه كنديه يلعب ونديه يفرغ هكا الطاقه انه يعيا شويه، باش حيت كيجي كيدوش وكينعس كيكون بصح فرغ ديك الطاقه ديالو. فهداك الشيء اللي درنا هاد النهار من بعد ما تغدينا، فخلينا حتى بردات الشميشه شويه، وصلت تقريبا شي الربعة ونص هكا صافي، وخرجنا مشينا لواحد البارك حدانا تقريبا. صراحه كان الجو زوين، كان الجو مبرد يعني، كان الهواء في الزنقه وكان واحد الجو اللي زوين بزاف، وداك الشيء علاش خرجنا مشينا خسرينا هاد البارك. هذا قريب لينا شويه، دينا هكا ولدي مشى لعب، انايا جلست هكا كنستمتع بالاجواء. صراحه كان عامر، فيه المغاربه، فيه الباكستان، فيه الهنود، فيه الاوكرانيين، صراحه كان عامر بزاف. لاحظت كانوا بزاف ديال الجنسيات هاد النهار تما. وصافي هنايا خليت ولدي انه يلعب شويه، وحنايا جلسنا كنستمتعوا شويه بالاجواء تما. غنخليكم مع هاد اللقطات ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نرجع للدار، حيتاش بغيت نشارك معكم واحد الروتين غادي نديرو زوين بزاف وينفعكم كاملين بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يعتنيو براسهم. ان شاء الله من بعد ما نرجع للدار غنشارك معكم. كانت واحد الخريجه زوينه صراحه، استمتعنا فيها، ولدي لعب بعدا الحمد لله، فرغ الطاقه ديالو، جرى نقص يعني ما خلى ما دار. انايا هكا خليته مع باباه انه يتكلف بيه، ومشيت جلست فواحد القليه واحد القنيت مضلل، وجلست هكا في الكازون، خديت شويه تاع الزريعه صافي، وبقيت جالسه حتى سالوا اللعب، ومن بعد رجعنا للدار. من بعد ما دخلنا للدار، فانا هي اليوم قررت انني غادي نخصصو فقط لراسي، يعني هاد العشيه هادي قلت غادي ندير واحد الحمام مغربي في الدار، وغادي ندير فيه كاع داكشي اللي موالفه كنديرو في المغرب، وداكشي بالاحرى اللي كانت كدير ليا ماما ملي كنت صغيره. صراحه ملي كنت صغيره ما شاء الله كان عندي واحد الشعر زوين بزاف، ولكن راكم عارفين كتجينا واحد الفتره في الحياه ديالنا كنوليو زيرو، كنوليو نبغيو نديرو كلشي حنا لراسنا، وكنخرجوا على شعرنا. ما كايناش شي بنت اللي ما خرجتش على شعرها، ولا ما بقاتش مخلات ماماها هي اللي تحط لها شعرها. فانا صراحه من كنت صغيره كانت هذه هي الوصفه اللي كدير لي ماما شعري. هنايا غادي نحتاج واحد شويه ديال الخزامه، بالنسبه للكميات كنكونوا كميات متساويه. انا مع مولفه ديما كنديرها، فانا عندي العبارة عيني ميزاني، درت شويه ديال الخزامه، غادي ندير معاه كذلك واحد شويه تاع النجيمه. هنايا غادي نزيد واحد شويه تاع الشيح، ممكن ديروا بمعلقه كبيره، معلقه كبيره من كل حاجه. هنا غادي نضيف القشور ديال الرمان، بالنسبه لقشور الرمان انا في الفوق في الوقيته تاع الرمان كنجمعو وكنحمرو وكنخليه عندي في المجر، حيتاش كيتحتاج بزاف. هنايا غادي نزيد واحد شويه تاع القرنفل، واخر حاجه غنزيدها هي الشيح. صافي غادي نجمع المكونات كاملين، وغادي نضيف ليهم واحد ثلاثه كيسان ديال الماء. بالنسبه للماء خاص يكون تقريبا اكثر من السيترو، يعني هنايا عندي شي يطرو لارب ديال الماء. صافي، ومن بعد غادي نخلط المكونات كامله، وغادي نحطها فوق النار حتى كتغلى. غادي نخلط بها الحنه، الحنه اللي كنستعمل فهي الحنه ديال الشعر الخاصه بالشعر،
فقط هي الحنه الوراق، وكتكون مطحونه، ما كيكون فيها حتى شي حاجه اخرى، كتكون طبيعيه. وهذيك هي الحنه الزوينه للشعر. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يصبغوا شعرهم، كنصحكم ما ديروش الحنه حيت تخرجوا على شعركم. وبالنسبه للبنات اللي ما كيديروش الصباغه، انا الصراحه ما كنديرش الصباغه بزاف، قليل ونادرا، يعني فقط الا كانت شي مناسبه او الا كانت شي حاجه هكا اللي كندير الصباغه. اما الاغلبيه مؤخرا صراحه وليت هذه تقريبا واحد العامين وليت كندير فقط الحنه شعري. قلت غادي نرجع لداكشي اللي كانت كدير ليا ماما شحال هادي ايامات، كان شعري زوين وكانت كتعتني ليا بيه. والصراحه انا كتحمق لي ديك الريحه ديال الحنه في الشعر، وخاصه حيت كيكون معاها هاد العشوب، عرفتي راه كتعطي واحد الريحه غزاله. وحيت كندير الحنه انايا لراسي، كنبقى نحس براسي بحال درت شي مساج لراسي. انا كنظن ان بواحد واحد الفئه كبيره ديال البنات غيشاركوني نفس الراي، يعني حنا الناس ديال زمان حنا الناس ديال زمان، الامهات ديالنا ديال شحال هادي ما كانتش شي دار مغربيه اللي ما كانتش امها او جداتها ما كتشداش نهار اللي كيكونوا غادي للحمام ودير لها الحنه لراسها وتخليها واحد ساعتين ولا ثلاثه وعاد تمشي للحمام. الصراحه راه دواء، وفي نفس الوقت شي حاجه اللي زوينه للشعر. انا هاد الحنه مع هاد العشب كيوافقوني شعري بزاف بزاف. صافي بالنسبه للكميه اللي بقات، فانا غادي نخليها جانبا حتى غادي تبرد، وغادي نصفيها ونديرها في قريعه ونخليها المره اخرى ان شاء الله، علاش لا. اولا ممكن هكاك نستخدم غير داك الماء اللي فيه العشب كنرش بها كشعري ومن بعد ندخل نغسله. صافي هنايا هزيت الحنه خليتها على ما بردات واحد شويه، وصافي دخلت الدو نديرها في شعري. غادي نديرها على شعري كامل بحال كيف كندير الصباغه، وصافي يعني كنفرق شعري وندير الحنه كنديرها من اللي غاسلين حتى لتحت، يعني كندير شعري كامل. صافي ومن بعد حيت غادي نسالي غادي نجيب واحد ميكا غنقطعها من الجنب وغادي نجمع بها شعري باش نخليها هكا كترتاح. غنخليها في شعري تقريبا واحد ساعه او لا ساعتين عاد غندخل. انا هنايا خليتها تقريبا ساعه ونص ودخلت دوش، حيتاش من كان صافي كمشى الحال، يعني كان جات العشيه وقلت من الاحسن خاصني ندخل ندوش دغيا دغيا ما صلحش. اما بعد المرات والله العظيم كنديرها نهار وكنديرها الصباح وما كندوش حتى الليل، عرفتي كيخرج ليا اللون غزال في شعري. صافي هنايا غادي نخليها هكاك واحد ساعه ونص. هنايا حيت قربت ندخل ندوش قلت غادي ندير حمام مغربي بالاصول ديالو. اول حاجه وجدتها هي الصابون البلدي والحنه. شكون فينا اللي ما كيديرش مع اللي ما كتديش مع الصابون البلدي والحنه للحمام؟ انا غنضيف عليهم شويه الحامض وغنضيف عليهم المكون السحري اللي هو سكينجبير. عرفتوا البنات راه كتثقل لك الجسم ديالك، راه كتخلي لك الجسم ديالك رطب، وفي ما كان شي وسخ كيخرج، عرفتي راه ما كتخليش حس الوسخ في الكور ديالك. يعني هذه كنت كنديرها ايام مثل الحمام وايام مثل المغرب صراحه والله يتواعره بزاف. كيف ما كتشوفوا خلطت المكونات كاملين مع بعضياتهم. صافي غادي نحطهم جانبا حتى غادي ندخل ندوج. وكذلك واحد القماش اللي غيكون من بعد الدوش، يعني من بعد ما غنحك ونسالي ونغسل شعري ونكون خارجه بحالي، فغادي ندير واحد القماش اللي الصراحه كيخلي الجسم رطب وكيخليه زوين بزاف. هنايا غادي نحتاجو اي نوع ديال جيل دوش عندنا، غنضيف عليه واحد شويه تاع زيت اللوز وغنضيف عليه القهوه. بالنسبه لزيت اللوز ممكن تعوضوا باي زيت عطريه عندكم او اي زيت كتفضلوا انكم ديروها للجسم ديالكم. وبالنسبه للقهوه صافي راه درت واحد 3 المعالق تقريبا ديال القهوه، ودرت واحد 2 معالق السكر غير باش بحال كتقولوا تحرش ليا شويه داك الكوماج يجي شويه حكاك حرش. صافي غنخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم. وهذا الكوماج البنات والله حتى خطير، هذا كان دارت ليا واحد السيده فواحد الصبا في مكناس، عرفتي تدوشت وساليت وجبت ليا جيل دوش خلطته ليا مع القهوه وكوماجات ليا الحمي. ما نكذبش عليكم خرج ليا الحمي غزال وحماقيت عليه، من تما ما بقاش كيخطاني. وقت ما كندير شي تحميمه مغربيه كندير هذاك الكوماج. هنايا قلت غنوجد الماسك اللي غادي ندير من بعد ما نخرج من الحمام. درت فيه الطحين ديال الحمص، يعني الحمص مطحون، زدت معاه دانون مسوس، واحد المعلقه ديال العسل وشويه الحامض، غنخلطو كامل وغنحطو جانبا. هاد الماسك هذا غادي نديرو حتى غادي نخرج ان شاء الله من الحمام، يعني حتى نسالي الدوش ديالي وانا نخرج، وديك الساعات غادي ندير الماسك هذا لوجهي. بالنسبه للماسك فانا كنخليه 25 دقيقه ومن بعد كنغسلو. وهنا غادي نكون وجدت كاع داكشي اللي غنحتاج للتحميمه ديال هاد النهار. اول حاجه هي الصابون البلدي والحنه، فانا كيف دخلت للدوش غسلت شعري بعدا من الحنه، هبطت ديك الحنه ودهنت الجسم ديالي بالصابون البلدي وخليته تقريبا واحد 5 دقائق وحكيت، ما شاء الله خرج الوسخ ديال بصح. ومن بعد ما ساليت التدويشه
فانا تساليت درت الكوماج، واهم حاجه من بعد الدوش هي انك ترطبي الجسم ديالك من بعد الكوماج. صافي، من بعد ما ساليت الترطيب ودرت درت الماسك لوجهي ديال الحمص. هذا الماسك هذا راه خطير، راه كيعطي واحد النضاره سير بلاس. واخر حاجه هي ماورد. بالنسبه للماورد فانا كنديرو في الثلاجه، وحيت كنخرج هكا من الدوش اولا حيت كندير شي ماسك كنديرو على وجهي، فهو تونر طبيعي. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، ونكون حمستكم شويه على شي حمام مغربي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.